والله ده انا لسه قبل المغرب في سؤال موجه الي، سؤال يدوخ الجمل. حاجة غريبة، واحدة ست بتسأل بتقول ان جوزها بيشرب خمرة، بيشرب زفت مغلي على دماغه. ها طيب بيشرب خمرة، اهي المحلات بتبيع خمرة، بتبيع بيرة، طب ما هي البيرة خمرة. ايه اللي حصل؟ دخل بالليل على اوضة النوم عنده بنته عندها 18 سنة وهو سكران زنى بيها. والله العظيم يا اخوانا زي ما بقول لكم كده، زنى بنته. ما هو النبي قال كده، النبي قال كده، لعن الله شارب الخمر يأتي امه وبنته. ما هو سكران بعد ما زنى بيها حملت. فبيسألوا يتصرفوا فيه، بقت حوسة، هي بقت حوسة. وبعدين الست بتسأل بتقول هي وضعها معاه حلال ولا حرام؟ مراته بقى، ما تسمعني صلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ودي حاجة يمكن بتظهر، انما ما خفي كان اعظم. يمكن دي واحدة عندها دين بتسأل، انما غيرها ما هي الدنيا محتاسة ما بيسألش، انما دي بتسأل عندها دين. الامام ابو حنيفة والامام ابن حنبل بيقولوا من زنى بامرأة حرمت عليه اصولها وفروعها، وحرمت هي على اصوله وفروعه. فابو حنيفة وابن حنبل بيشوفوا ان اللي يزني بنته تبقى بتحرم عليه مراته، لان مراته اصل بنت صيبة سودة. طب الحامل ده، البنت حامل، البنت حامل، تتصور، تتصور الفساد بقى هيروح لغاية فين؟ نقتل الحامل؟ لا ما نقتلش الحامل، الحامل نفس، والاعتداء على النفس حرام. تبقى البنت بقى هتولد وبعدين ياخدوا الولد هيودوه بقى الملجأ، ما هو ابن زنا والعياذ بالله، ما ينسبش. يبقى هينسب مين؟ هينسب لابوه؟ الله، هيبقى ابوه وجده، ده ابوه وامه، ما هي دي مساله مصيبه سود. خلاص تبقى البنت تولده الامر لله، وياخدوا الواد يسلمه لملجأ لانه ابن زنا، يتربى بقى هناك، انما الواد لا يقتل. طب ومين اللي هيوديه؟ الراجل الفاسق؟ ابدا، هو يقول ان انا لقيته مرمي هاخد ربه، انما يقتل؟ لا، لانه نفس، والاعتداء على النفس حرام، الاعتداء على النفس حرام. طيب ما ده كل ده ايه نتيجة ايه؟ استهتار، استهتار بقى من ربنا، استهتار بقى من ربنا. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، من شرب الخمر مات سكران ودخل القبر سكران ولقي الله وهو سكران. ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد يسيل من أجساد أهل النار. وبعدين البلد كلها خمر النهاردة وكلها بلاوي، وما فيش حد بيشوف أبدا اللي بيقول له تعالى وديك عند ربنا، انما كل الاصحاب النهاردة تعالى في فيلم كذا، في مسرحية كذا، انا حاجز ليلة في هيلتون، حاجز ليلة في شاليه في حلوان، وموظف صيدة كويسة. النهاردة داخل عليا طالب في كلية الهندسة مسكين، عنده يعني زي ما تقول قلق، الان تعبان. بقول له يا ابني انت يعني عامل ايه؟ قال لي الان ما بنامش. طيب عملت ايه؟ قال لي رحت للدكتور بتاع علم نفس. والله العظيم بيقول لي كده النهارده، بيقول الدكتور قال له يا ابني انت بتصلي؟ قال له بصلي. قال له تبقى انت معقد، امال يا بيه اعمل ايه؟ قال له انت معقد يعني بتشوف لك بنت تسرح بيها، فك عن نفسك شويه. فالنهارده حتى الطبيب بيوصف البنات ويوصف القمره ويوصف الفساد. وما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليها، ده كلام النبي محمد، ده كلام سيد الاطباء، سيد العلماء، سيد المصلحين.
المتقين، سيد المؤمنين المتقين، القانتين، المحسنين، المخبتين، الخاشعين، الصابرين، الذاكرين الله كثيرا والحافظين. سمعنا الصلاة على سيد العالمين. احنا بنمر بمراحل صعبة، البيوت بتنهار، وده اكبر مصيبة يبتلى بها المجتمع، انهيار البيوت. شوف بقى لما ولي امر الاسرة يدخل وهو سكران، ما هو سكران، ولذلك النبي سمى الخمر ايه؟ ده النبي سماها ام الكبائر. تصور سماها ام الكبائر، يا لطيف يا لطيف. ولذلك النبي بيحكي لنا حكايه بسيطه كده ناخد بالنا منها. واحد من بني اسرائيل ماشي، فدعته امراه، دعته وقالت له تعال انا عايزك في مهم. دخل بحسن نيه، مش حاجه، قالت له اسمع بقى، قفلت عليه الباب وقالت له اختار حاجة بقى من الحاجات دي، يا اما تزني بي، يا اما تشرب الخمر، يا اما تقتل هذا الغلام. خد بالك خد بالك، لان النهاردة الخمر اصبحت في كل مكان، كل مكان النهاردة في خمر، كل سهرة بيعملوا اعياد الميلاد اللي ربنا ما انزلها بها من سلطان بالخمرة، حفل استقبال بالخمرة، حفل افتتاح مصنع بالخمرة، الخطة الصناعية بتاعة السنة ده ايه؟ من ضمنها مصنعين خمرة، واحدة في سوهاج واحدة كانت في السويس، وقال السويس رفضهم وراحوا للمحافظ قالوا له اذا عملتوا عندنا في السويس مصنع خمرة هنكسره. ها بقت كل حفلة النهاردة فيها خمرة، الرشوة بقت بالخمرة، لو رحت لواحد عشان يضلك مصلحة يقول لك شوف لي صندوق خمر، شوف لي صندوق خمر. فشوف النبي بيقول ايه، شوف النبي بيقول ايه. الست دي لما خيرت الراجل بين ثلاث اشياء، الزنا والقتل والخمر، فاختار الخمر، فلما شربها سكر، فلما سكر زنى بها وقتل الغلام. نسأل الله السلام. ولذلك النبي قال نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، وقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، مراتك معك في الحلال اوعى تبص لغيرها اوعى. ولذلك كانوا اهل زمان يقولوا راجل وله بيت له ينظر لبيت تاني، ده يستحق الادب من غير كلام تاني، ما هو كده. الا على ازواجه، انما ايام ما كنت فقير كنت عايش مع الحج عطيات، وساعة ما المال جرى في ايدك وجبت مخرطة وفتحت ورش وبقيت راجل ورشاجي كبير، سحبت الكرسي بقى وقعدت عشان تغازل البلكونه رقم 3، لا تبقى هتخرب بيتك بايدك وهتجيب الضلف اهو اللي بتعكسها دي بقى، دي اللي هتجيبك في سجن ترى، لان دي لا تعرف الله ولا رسول الله. البنت اللي انت معاك اللي معاشرها اللي صبرت معاك على الحلوه والمره هي دي اللي ستر عرضك، دي اللي ستر عرضك، اللي انت تفهم البلد معاك غلبانه، وكنت انت غلبان، وكنت نهار ما تدخل على اهل بيتك ببطيخة تعمل حالة طوارئ في البيت، لما ربنا سترك والقرش جرى في ايدك وجبت الفريجيدير المحترم خلاص نسيت. اوعى بقى، اهي دي مسألة قارو لما كان فقير ما ترك مكانا في الارض الا وسجد فيه لله سجد، كان دايما كثير السجود. لما القرش جرى في ايده خلاص خسر، دي دروس، هو القرآن ربنا نزله عشان نقراها على التراب، ده القرآن دروس، القرآن دروس مدارس، القرآن كتاب هداية. الجن لما سمعته قالت ايه؟
إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. سموه إيه؟ رشد. وفي آية تانية قالوا إيه؟ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. سموه إيه؟ هدى. وأنا لما سمعنا إيه؟ الهدى. وربنا في أول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه إيه؟ هدى. إن هذا القرآن بيعمل إيه؟ يهدي للتي هي أقوى. ها؟ يهدي التي هي أقوى، التي هي أقوم وأمثل وأعدل وأفضل. فهذا القرآن يعني أنت ما تقرأ قصة زي قصة قارون ده الإنسان يقدر يفسرها في سنة، هيطلع عبر منها، عبر عبر. يعني أنا وأنا فقير كويس بني الجامع، أول القرش بقى يجري في إيدي أروح شارع عماد الدين. طب ما هو دي مش معاملة. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أنت وأنت فقير عايش كويس مع مراتك ومع عيالك، وبتبيت من الساعة 8:30 في البيت بعد العشاء، لما القرش يقع في إيدك بدأت بقى تسحب الكرسي وتمسك الجرنان والفنجان القهوة وتمر عليك بقى شغل الكلام الفارغ، ربطت لها من العصر لغاية المغرب وسبت حالك وعطلت ورشتك، وبعدين طلبت ايتها قالوا لك تسكنها في الزمالك، رحت تسكن في الزمالك دفعت خلوه 3-4 تلاف ووضبت لها شقة ب5 تلاف، وبعد كده هتكون النتيجة ايه؟ انك مش هتموت الا لما تمد ايدك للسؤال، وهتقول يا ريتني. ايه هو اخر الهلس؟ ايه مرض اخر الهلس؟ مرض. ايه الصحة عبارة عن ايه؟ الصحة عبارة عن ورقة رقيقة، شوية خمرة بيضيعوا المعدة بيجيبوا قرحة، شوية هلس بالليل وحشيش وافيون بيجيبوا سل رئوي. خلاص ساعة ما كحيت يا بطل قالت لك انا بقول لك ايه، هو انا ممرضة؟ لا انا ماليش عيش معاك. ها تكسر دولابك تاخد القرشين وتخليك على الحديدة، والتاني يوم تبيع الحديدة وتنتهي وتمشي على الجنط يا روميو. ولذلك النبي قال ايه؟ ما من يوم يصبح الا وملكان ينزلان يقولان ويل للرجال من النساء. ويل للرجال من النساء. والنبي قال في النساء اقلهن مهرا اعظمهن بركة. كل ما تجيب واحدة اقل منك بمئة درجة كل ما ترتاح اكتر، انما هتبص لفوق هتتعب تقول يكون معها لصنص بلانس. انت يعني ما انت سافر مصر في امريكا، خد واحدة عايز تتجوز قول لامك اخطبوي لي يما بمعرفتك، انما هتدور تلطش هتتعب. وبعدين بقى يعرضوا عليك بنات البلد تقول دي اقل مني اكبر مني بشهر، معلش النبي اتجوز خديجة اكبر منه في السن ب15 سنة، مش عيب مش عيب. وبعدين دي ما خدتهاش ليه؟ ما بتفهمش في الاتيكيت والبروتوكول. يا سلام يا اخي، انت انا هتفتحها هتفتح بنزيون عندك في البيت يعني الضيوف يعني يا جايين من لندن ايه؟ مش هتعرف تعملهم كوباية ينسوق شوية كراوية؟ انت يعني هتفتحها مولي ايه يعني مسألة ايه يعني؟ فشوفوا يا اخوان النبي قال كده، النبي قال اظفر بذات الدين. اظفر بايه؟ بذات الدين تربت يداك.